السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ النهاردة ان شاء الله معانا لاب فيسيولوجي، هشرح فيه النهاردة الهيموستيزيس اند بليدنج تايم. معاكم دكتورة ايمان فوزي. الاوبجكتيف بنهاية اللاب ده المفروض ان احنا نبقى فاهمين ايه هي الميكانيزم اوف هيموستيزيس، وايه هي التست الايفالويتنج الهيموستاتيك فانكشن، وديفاين نعرف الديفينيشن برينسيبال والنورمال فاليو اوف بريدنج تايم والكابيلاري فراجيليتي تيست، وايه هي الكلينيكال سيجنيفيكانس بتاعه البليدنج تايم. ودي هي الريفرنس بتاعتنا. هيموستيزيس يعني ايه؟ هيموستيزيس كلمه هيم يعني بلاد، وستيزيس يعني ستوب، يعني هيموستيزيس ستوبج اوف بليدنج اند بريفنشن اوف بلاد لوس. لما يحصل انجري للبلاد فيزل، يبقى لما بيحصل انجري للبلاد فيزل عمليه الستوب اوف بليدنج اند بريفنشن اوف بلاد لوس دي اللي بسميها هيموستيزيس. هيموستيزيس كلمه مكونه من مقطعين، هيم يعني بلاد وستيزيس يعني ستوب. الهيموستيزيس اللوكال فازو كونستريكشن اللي حصل بيحصل بثلاثة ميكانيزم، ثلاث اسباب بيعملوني فاسكولار سبيز: مايوجينيك ثيوري ونيوروجينيك ثيوري وكيميكال ثيوري. لما بنيجي نقطع البلاد فيزل، البلاد فيزل ده فيه ماسل، الماسل دي موجوده في الفاسكولار وول. القطع ده بيمثل للماسل مثابه اكشن بوتنشال. عارفين ان كل كونتراكشن بيسبقوا اكشن بوتنشال. حصل اكشن بوتنشال في العضله نتيجة الكات او الانجري، يبقى الاكشن بوتنشال ده هيتحول لكونتراكشن ويحصل فاسكولار سبيز، ده اللي بسميه لوكال مايوجينيك كونتراكشن. لوكال اكزون ريفلكس، في نيوروجينيك ميكانيزم لللوكال فازو كونستريكشن عن طريق البين اللي جه بسبب القطع اللي حصل، فيه بين سنسيشن حصل، في ستيميليشن اوف بين ريسبتور. البين ده وصل لحد البرين، عمل قبل ما يوصل للبرين دي حاجه خطيره، بلوكال اكزون ريفلكس رجع وعمل فازو كونستريكشن للبلاد فيزل اللي جاي منه البين. كيميكال سبستانس اتفرزت في حته القطع عملت فازو كونستريكشن زي ثرومبوكسان اي 2 والستريتونين. جت منين الكيميكال سبستانس دي؟ جت من البليتلت زي ما هنشوف كمان شويه. يبقى مكان القطع هنلاقي البلود فيزل بيضيق، هنلاقي البلود فيزل بيضيق مكان القطع، حصل فازو كونستريكشن. الصوره دي اوضح وتبين لنا الفازو كونستريكشن. انا استفدت ايه يا دكتوره من ان حصل لوكال فازو كونستريكشن مكان الانجري؟ ادي حصل قطع اهو للبلود فيزل، فمكان الكاتنج حصل لوكال فازو كونستريكشن. انا استفدت ايه كده؟ استفدت ان كميه البلود المعديه في البلاد فيزل دي قلت، وبالتالي الكميه اللي انا هفقدها هتقل. ليه عم اعمل بقى انا استخدم البليتلت واكون خيوط فايبرين واعمل كلوت ريتراكشن والكونسيكونس اللي جايه؟ بس اهم يبقى الخطوه الاولانيه والخطوه السريعه اللي بتحصل لتقليل من النزيف اللوكال فازو كونستريكشن. بعد كده سدت البليتلت بتتكون ازاي؟ هي ايه اللي خلى البليتلت اصلا تعرف ان في قطع حصل؟ البليتلت دي عباره عن احدى خلايا الدم، البلاد دي بلاد سيل كانت ماشيه في حالها مع الار بي سي مع الوايت بلاد سيل، كلهم ماشيين في البلاد ستريم ومتعودين ان هم نايمين على مخده الحرير اللي هو الاندوثيليال سيل، وماشيين في طريقهم مفيش اي مشكله، واخدين طول عمرهم على انهم ماشيين على الحرير. فجاه لقوا ان الحرير ده بقى حاجه خشنه، بدا حاجه تانية غريبه تظهر قدامهم. هي مين دي؟ الساب اندوثيليال كولاجين. لما اتقطع البلاد فيزل حصل اكسبوجر للساب اندوثيليال كولاجين، دي حاجه خشنه بالنسبه للبليتلت هي مش متعوده عليها. ايه ده؟ لا وايه كمان؟ البليتلت على السيل ممبرين بتاعها ريسبتور مخصصه للكولاجين، فالريسبتور دي زي المغناطيس بالظبط، هتروح تشوف الكولاجين وتروح تلزق فيه، اللي انا بسميه الادهيجن. يبقى حصل ادهيجن بين
البليتليت وستوب اندوثيليال كولاجين. الادهيجن ده مش النورمال باسواي او النورمال لايف بتاعت البليتليت، لا ده دي بمثابة الجرس اللي بيدق الجرس الانذار للبليتليت ان في هنا كات، المفروض انت اتصرفي، لان البليتليت دي هي وظيفتها اصلا الاساسية اللي هي هيموستيزس. فانا هتصرف وهقوم الجرس رن، فهيحصل لي اكتيفيشن، البليتليت اكتيفيشن. يا ترى بليتليت اكتيفيشن يعني ايه؟ البليتليت اتاكتيفت يعني دلوقتي انا حجمي هيكبر وهيحصل لي سويلنج، مش كده وبس، ده انا هبعت سودوبوديا في كل حته في كل الاتجاهات محاوله مني ان انا حجمي يكبر عشان اسد الكات اللي حصلت واوقف نزيف الدم. طب انا مش قادره لوحدي، انا عايزه زمايلي يجي يساعدوني، عايزه اصحابي، عايزه الناس تيجي تقف جنبي في محنتي دي. فهعمل ايه؟ هبتدي انادي على بقيه البليتلت واقول لهم تعالوا، فتبتدي كل واحده من البليتلت تيجي وتلزق في اختها وصاحبتها وتبتدي تنادي على اصحابها التانيين. البروسيس دي اللي انا بسميها الاجريجيشن، يبتدوا يتجمعوا، يبقى البلاد كلوت. تمام، البروسيس دي حصلت بادهيجن اكتيفيشن اجريجيشن. الادهيجن البليتلت بيكام ستيكي. انا بقول لك ايه؟ ان البليتلت ايه ده، بقت بدل ما هي بلاد سيل كده وماشيه سموثلي في سموثلي على الاندوثيليال سيل، دي بقت ستيكي. يعني ايه يا دكتوره بقت ستيكي؟ يعني الريسبتور بتاعتها اللي على السيل ميمبرين او المشافه الساب اندوثيليال كولاجين راحت مسكت فيه، لزقت فيه. ومش كده وبس، كمان ده كلمه ستيكي معناها انها تبتدي ايه، تلزق البليتلت اللي جنبها كمان، تعالي الزقي فيا، تعالي احنا محتاجينك الكلام ده. وهتبتدي تلزق تو بلازما بروتين اسمه فون فيلبران فاكتور. الفون فيلبران ده نورمالي فاوند في البلازما. يبقى هنا ستيكي يعني هتلزق في الكولاجين وهتجيب اصحابها كمان يلزقوا معاها علشان يسدوا كلهم السده. اكتيفيشن البايندنج اللي حصل ما بينها وما بين الكولاجين بيعتبر بمثابه جرس الانذار. جرس الانذار يلا احنا دلوقتي مهمتي جت، قومي اشتغلي صحصحي وفوقي. فتبتدي يحصل لها البروسيس اوف اكتيفيشن اوف بليتلت، بتتنفخ وديفولب سودوبوديا وكمان بتطلع مواد من جواها. انا بسمي ان البليتلت بيحصل لها بروسيس اوف دي جرانيوليشن. دي جرانيوليشن يعني الجرانيولز اللي كانت جواها تبتدي يحصل ريليز للمواد اللي كانت متخزنه جوه البليتلت. المواد دي من ضمنها استريتونين وسترومبوكسان اي 2 اللي عملوني اللوكال فازو كونستريكشن، ومن ضمنها كمان الاي دي بي. تمام، اللي هتبتدي تنادي بيه على اخواتها البليتلت التانيين علشان يجوا في البروسيس اللي بعدها البليتلت اجريجيشن، عشان كل واحده تنادي على اختها ويمسكوا في بعض ويبقوا ستيكي. تمام، وفيشوس سيركل تبتدي اوف اكتيفيشن اند اجريجيشن. الغرض منها ان انا اكون بليتلت بلاج. كونت البليتلت بلاج، البليتلت بلاج دي ليها القدره على انها توقف النزيف لو كان الانجرد بلاد فيزل صغير سمول والانجري اللي حصل فيه سمول. طيب لو كان الانجري مش سمول والبلاد فيزل مش سمول، يبقى انا عايزه بالمناسبه لحد هنا من خطوات الهيموستيزس بسميه برايمري هيموستيزس. يبقى البرايمري هيموستيزس حصل فيه اول خطوتين من الهيموستيزس، لوكال فازو كونستراكشن وبليتلت بلاك فورميشن. البليتلت بلاك لوحدها مش قادره توقف نزيف الدم، هضطر ان انا اكون شبكه من الفايبرين فوقها. يبقى شبكه الفايبرين دي هي البروسيس اوف بلاد كلوتنج. كلمه كلوت يعني conversion of soluble fibrinogen into insoluble fibrin. يبقى كلمه كلوت يعني ان انا احول soluble fibrinogen لinsoluble fibrin وتكون شبكه وخيوط، والفراغات ما بين الشبكات دي مليانه بلاد سيل. يبقى conversion of soluble fibrinogen into insoluble fibrin which precipitated in the form of network between its meshes
the blood cell. ال process of clotting علشان تحصل أنا محتاجة مساعدة ال clotting factor. أنا عندي normally في البلازما بتاعتي 12 clotting factor واخدين أرقام من 1 ل 13. طب ليه وهم 12؟ علشان مفيش فاكتور رقم 6. كل ال clotting factor are بلازما بروتين ما عدا رقم 3 ورقم 4. رقم 3 ده اسمه تيشو فاكتور، فطبيعي ان هو اسمه تيشو، يعني طالع منين؟ يعني طالع من الدامجد تيشو. وفاكتور 4 اللي هو الكالسيوم. All the clotting factors circulate in the blood except factor 3. طبعا انا عارفه ليه، علشان هو اسمه تيشو فاكتور. All the clotting factors circulate in the blood in inactive form. اكيد دي في صالحي، علشان انا وانا نورمالي من غير انجري ما يحصليش كلوت. لو حصل اكتيفيشن لاي سبب من الاسباب من غير انجري للبلاد فيزل، وحصل اكتيفيشن للبروسيس اوف كلوتينج او اكتيفيشن للكلوتينج فاكتور، هيحصل الجلطات اللي احنا بنسمع عنها. يبقى دي سبب الجلطه، ان حصل اكتيفيشن للكلوتينج فاكتور ومفيش انجري، فابتدى الدم يكون جلطات في انتكت بلاد فيزل فحصل سده. فاكتور 1 و2 و5 و8 كومبليتلي كونسيومد دورينج الكلوتينج. فاكتور 3 الاستراكشر بتاعته لايبوبروتين، ومش بس بيتفرز من الدامج تيشو، لا دي كمان بيتفرز من البليتلت لما بيحصل لها اكتيفيشن. البلاد كلوتينج كونسيكونس هيحصل دامج البلاد فيزل، فازو كونستريكشن وبليتلت بلاك فورميشن كده البرايمري هيموستيزس. سكندري هيموستيزس تكوين خيوط الفايبرين او development of clots. هكون الكلوت ازاي؟ انا عايزة بالمناسبة لحد هنا من خطوات. انا عندي مفتاح للprocess of clotting. ايه هو مفتاح الكلوتينج اللي انا لازم علشان ابتدي بيه ابتدي اخش الشقة؟ لازم احط المفتاح في الكالون. ايه هو مفتاح الكلوتينج؟ formation of prothrombin activator. بروثرومبين اكتيفيتور ده كومبلكس، وجست ان هو اتكون هتلاقي الكلوتينج بروسيس مشيت ان كونسيكونس ورا بعضها، تمام، وما وقفتش. من اسمه كده متوقعين يعمل ايه؟ اسمه بروثرومبين اكتيفيتور، يبقى هيعمل اكتيفيشن للبروثرومبين ويحوله لثرومبين. طب والثرومبين لما طلع واتكون هيعمل ايه؟ هيشتغل على soluble fibrinogen ويحوله soluble fibrin. والsoluble fibrin ده عشان احول ال insoluble thread او fibrin محتاجة factor 13 والكالسيوم. ال prothrombin activator انا عايزاكم تحفظوا معايا ان هو عبارة عن complex بيتكون من اربع مكونات: activated factor 10، factor 5 والكالسيوم وفوسفوليبيد. تاني activated factor 10 وفاكتور 5 والكالسيوم وفوسفوليبيد. الفوسفوليبيد دي اللي داخله في تكوين البروثرومبين اكتيفيتور بتطلع لي من حتتين، يا اما تيشو فوسفوليبيد يا اما بليتلت فوسفوليبيد. الكالسيوم ده مكون طبيعي من مكونات البلازما، وفاكتور 5 بيحصل له اوتو اكتيفيشن مع البروسيس اوف كلوتينج. ان وتبقى لي المشكله في الموضوع، ازاي اعمل اكتيفيشن لفاكتور 10؟ اكتيفيتي فاكتور 10 بروثرومبين اكتيفيتور اتكون، حول البروثرومبين لثرومبين اللي هيشتغل على الفايبرينوجين يحوله الفايبرين اللي هيبقى انسولوبل بمساعده فاكتور 13 والكالسيوم. اكتيفيشن اوف فاكتور 10 او فورميشن اوف بروثرومبين اكتيفيتور هيتم بطريقتين: اكسترنسك وانترنسك ميكانيزم. من اسمهم كده اتوقع ان واحده فيهم هتحصل جوه الجسم والتانيه تحصل براها. غلط طبعا. امال ايه كلمه اكسترنسك وانترنسك؟ المقصود بيها ايه؟ المقصود بكلمه اكسترنسك ان انا احتجت كومبوننت نوت نورمالي بريزنت في الكومبوننت بتاعه البلد. انترنسك يبقى انا عملت كلوتينج بالانترنسك كومبوننت بتاعه البلد.
يبقى كلمة extrinsic ميكانيزم مش معناها انها بتحصل بره الجسم، لا خالص، ملهاش اي علاقة بالموضوع. extrinsic معناها ان انا استخدمت مكون not normally present في البلد. intrinsic معناها ان حصل clotting بكل بايه، بمكونات الدم الاساسية، محتاجتش حاجة من بره. intrinsic blood clotting consequence هيحصل damage blood vessel vasoconstriction و platelet plaque formation. كده primary hemostasis، secondary hemostasis تكوين خيوط الفايبرين او development of clots. هكون الكلوت ازاي؟ طب الانترنسك باسوي دلوقتي احنا عارفين ومتفقين ان في الانترنسك باسوي انا مش هحتاج ولا كومبوننت من بره مكونات البلد. طب ايه اللي هيخلي مكونات البلد تمش تخلي يحصل لها اكتيفيشن؟ الكونتاكت وذ رف سيرت، ودي هي المفتاح بتاع الانترنسك باسوي. تمام، الكونتاكت وذ رف سيرفيس. كونتاكت وذ رف سيرفيس لما الاندوثيليا للحرير يتقطع ويبان الرف سيرفيس اللي تحتيه، يبقى ادي كده كونتاكت وذ رف سيرفيس. لما يحصل ان الناس عندهم اثيروسكلروزس وتصلب شرايين وكوليسترول مترسب تحت الاندوثيليوم وفوق الاندوثيليوم، يبقى كده ده رف سيرفيس، كده الحرير اللي كنت متعودة عليه راح. لما اجي اجيب البلد واحطه على تيست تيوب، احطه في تيست تيوب او احطه على سلايد جلاس سلايد، يبقى كده ده رف سيرفيس. اي حاجه تانية غير النورمال اندوثيليوم من الدم متعود يتزحلق عليها ويمشي عليها، دي رف سيرفيس. البلد حصل له كونتاكت وذ رف سيرفيس، البلد فيه فاكتور اسمه فاكتور 12، ده اللي بنسميه فاكتور ابولامس. ابولامس ده اول ما يلمس رف سيرفيس يحصل له اكتيفيشن لوحده. تمام، حصل له اكتيفيشن يروح يعمل اكتيفيشن لفاكتور 11، 12 اكتف 12 ياكتف 11، اكتف 11 ياكتف 9 مع الكالسيوم ياكتف 9 يحوله لاكتيفيتد 9. اكتيفيتد 9 ده فاكتور زي كده ايه، زي بعض الشباب اللي لازم يمشي بمساعده حد معاه. انت هتروح الكليه النهارده؟ طب انت رايح؟ لا مش رايح. خلاص انا مش رايح. ما بيعرفش يشتغل شغلانه غير لما ياخد صاحبه وحبيبه وانتيمه معاه اللي هو فاكتور مين؟ فاكتور 8. يبقى اكتيفيتد 8 واكتيفيتد 9 مع الكالسيوم يحولوا مين؟ يحولوا العشرة لاكتيف 10. كده اكتيف 10 وصلنا للمرحله دي، خلاص هوب فاكتور 10 مع فاكتور 5 مع الكالسيوم مع الفوسفوليبيد اللي النبادي هتكون بليتلت فوسفوليبيد لو انتكت بلاد فيزل مفيش تشو تروما، ولو في تشو تروما هيبقى بليتلت فوسفوليبيد معاها تيسو فوسفوليبيد. كونا البروثرومبين اكتيفيتور ماشي في النورمال كاسكيد اوف كلوتينج، وكوني الانسولابل فايبرين، وده اللي انا بسميه بالانترنسك باسوي اوف كلوتينج، ومفتاحها كونتاكت وذ رف سيرفيس. ترى ايه هي الفرق بقى بعد ما شرحت الاكسترنسك والانترنسك باسوي؟ ايه هي الفرق ما بين التو ميكانيزم؟ اجي اسالك سؤال، لو انت دلوقتي اتعورت، تمام، الناس تخش المطبخ السكينة حصل لك انجري، هيحصل لك كلوتينج ووقف للنزيف وهيموستيزيس، بأنهي ميكانيزم؟ بالانترنسك ولا الاكسترنسك؟ المفروض الاتنين، هتبتدي بالاكسترنسك وتكمل بالانترنسك ميكانيزم. الاكسترنسك ليه؟ لان انا حصل عندي ريليزنج اوف تيشو فاكتور. انترنسنج ليه؟ لان انا حصل لي كونتاكت وذ رف سيرفيس.
الكلام ده حصل فين؟ حصل ان فيفو لما اتعور. بدأنا بالاكسترنسك لانها رابيد بروسيس وبتحصل خلال 12 ل 16 سكند، وكملنا بالانترنسك ودي بتبقى سلوور وبتاخد من 3 ل 6 مينتس. من كلامي ان الاكسترنسك مفتاحها وجود تيشو فوسفوليبيد او فاكتور 3 او تيشو فاكتور، افهم من كده ان لازم يحصل انجري اوف تيشو، يبقى الاكسترنسك ميكانيزم اوف كلوتينج مش هتحصل غير ان فيفو اونلي وانيشيتد باي انجري، وبتكون سريعه ولازم محتاجه تيشو فاكتور اللي هو نوت نورمالي بريزنت في البلد وادد اكسترنالي فروم انجرد تيشو. انما الانترنسك ديبند اون ذا انترنسك كومبوننت اوف بلد وانيشيتد باي كونتاكت وذ راف سيرفيس، ينبه لي فاكتور 12 اللي هو ابولاماس. وعشان كده حصلت لما اتعورت او لما جبت الدم وحطيته في تيست تيوب او على سلايد، ودي سلو بروسيس. المرحلة الرابعة من هيموستيزيس اللي هي الكلوت ريتراكشن، هيحصل عملية التعصير للكلوت اللي اتكونت. تبتدي بعد 30 منت ل 45 منت تبتدي الكلوت يحصل لها كونتراكشن. كونتراكشن ليه؟ علشان تبقى مور هاردر وبالتالي ما يحصلش تاني نزيف. عملية الكونتراكشن دي نتيجة ان البليتلت نفسها فيها كونتراكتايل بروتين زي بالظبط اللي موجود في العضلة وبيعمل لها كونتراكشن، واسمهم اكتين وميوسين وتروبوسينين وريسبونسبل فور الكلوت ريتراكشن. لما الكلوت يحصل لها عملية الريتراكشن او التعصير دي بتطلع منها سائل اصفر اللي هو اسمه السيرم. المرحلة الاخيرة من الهيموستيزيس ان انا اعمل ريبليسمنت لكل اللي حصل ده بفايبروس تيشو خلال من اسبوع لاسبوعين. الفايبروس تيشو اللي يتكون ده بيتكون بمساعدة مين؟ بمساعدة فاكتور جروس فاكتور طالع من البليتلت اسمه بليتلت درايفد جروس فاكتور، يبتدي ينشط الفايبروبلاست والاندوثيليال والسموث ماسل تاني عشان يحصل لها جروس ويحصل لها تعمل انفيجن للكلوت اللي حصلت دي ستيب باي ستيب وريبليسمنت ليها بفايبروس تيشو. ده البروسيس اوف ريبير اوف دامجد فيزل. الهيموستيزيس اللوكال فازو كونستريكشن اللي حصل بيحصل بثلاثه ميكانيزم، ثلاث اسباب بيعملوني فاسكولار سبيز: مايوجينيك ثيوري ونيوروجينيك ثيوري وكيميكال ثيوري. لما بنيجي نقطع البلاد فيزل، البلاد فيزل ده فيه ماسل، الماسل دي موجوده في الفاسكولار وول. القطع ده بيمثل للمصل مسابة action potential. عارفين اللي كل contraction بيسبقه action potential. حصل action potential في العضلة نتيجة الكات او الانجري، يبقى الاكشن potential ده هيتحول لcontraction ويحصل vascular space، ده اللي بسميه local myogenic contraction. local axon reflex في نيوروجينيك ميكانيزم لللوكال فازو كونستريكشن عن طريق البين. تعالوا نبتدي في اول واحد اللي اسمه البليدنج تايم. بليدنج تايم من اسمه كده هو الوقت اللازم لوقف نزيف الدم بشرط ان الكلوت فورميشن از بريفنتد. يبقى بليدنج تايم ات از ذا تايم نيديد فور ستوبج اوف بليدنج لما يكون الانجري صغير وحاصل في سمول بلاد فيزل. خدتوا بالكو اللي انا كنت بسميها primary hemostasis provided that clot formation is prevented. البليدنج تايم يا ترى الهيموستيزيس اللي هي البرايمري اللي كانت بتعمل assessment الاول خطوتين من الهيموستيزيس هتعتمد على ايه؟ على الكابيلاري فانكشن، على البلاد فيزل اللي انت عملتيه ده يا ترى هو فراجايل ولا مش فراجايل، الوول بتاعته كويسة ولا ضعيفة، وهتعتمد على البليتلت عدد الصفايح. الصفايح عددها هنا مهم جدا، مش هي اللي هتروح تعمل لي بلاك كلوت، ومش شرط يكون عددها كمان، لا ده عددها وبتشتغل كويس. ما انا ممكن يكون عندي عدد كويس
بس abnormal function مش عارفة تشتغل. يبقى انا bleeding time بيعتمد على حاجتين، الكابيلاري فانكشن والنمبر اوف بليتلت والفانكشن اوف بليتلت. نورمال بليدنج تايم بيتراوح ما بين من دقيقه لاربع دقائق او خمس دقائق، بيبقى برولونجد في حالات البليتلت ديفيشنسي والفيزل وول ديفكت، اي ديفكت في الفيزل وول مش قادر يعمل لوكال فاز كونستريكشن فراجايل، كل ده هيعمل لي برولونجيشن للبليدنج تايم. بس البليدنج تايم بيبقى نورمال في حالات الهيموفيليا. الهيموفيليا دي بليدنج ديس اوردر نتيجه نقص في الكلوتينج، نقص في كلوتينج فاكتور معينه، وبالتالي عندي البليتلت نمبر وفانكشن كويسه وفيزل وول كويس، فالبليدنج تايم طبيعي يبقى نورمال. بس هيبقى في بليدنج تندنسي لان هيبقى عندي مشكله في الكلوتينج دي، في ديزيز اسمه الهيموفيليا. في بريكوشن بعملها قبل ما اعمل البليدنج تيست او اشوف البليدنج تايم كام، ان انا اكون معقمة المكان اللي انا هعمل فيه بريكنج للسكان بكحول كويس، والسكان شود بي دراي، وان البانكتشر اللي انت هتعمله ده مش اقل من 3 ملي، مش كل شوية يقف النزيف اروح انا عاملة سكويزنج للبانكتشر. طب ما انت كده بتشيل البليتلت كلوت اللي هي اتكونت. لو البليدنج كونتينيو اكتر من 12 مش هتسيب بقى العيان كده، لا انت هتعمل سكويزنج وهتنهي التست. انا عندي مفتاح البروسيس اوف كلوتينج. ايه هو مفتاح الكلوتينج اللي انا لازم علشان ابتدي بيه ابتدي اخش الشقه؟ لازم احط المفتاح في الكلوتينج. ايه هو مفتاح الكلوتينج؟ فورميشن اوف روسترومبين اكتيفيتي، روسترومبين اكتيفيتي كابيلاري جلاس تيوب ده جست ان هو تكون، تلاقي الكلوتينج بروسيس مشيت ان كونسيكونس ورا بعضها تمام وما وقفتش. من اسمه كده متوقعين يعمل ايه؟ اسمه بروسترومبين اكتيفيتور، يبقى هيعمل اكتيفيشن للبروسترومبين ويحوله لسترومبين. طب والسترومبين لما طلع وتكون هيعمل ايه؟ هيشتغل على السولابل فايبرين ويحوله لسولابل فايبرين. السولابل فايبرين ده عشان احول الانسولابل ثريد او فايبرين محتاجه فاكتور 13 والكالسيوم. Apply the filter paper on pricking site at every 30 seconds in a sequence. Stop the stopwatch as soon as bleeding stops. Duration of time is from the first drop till no blood stain on the filter paper. Conclusion, count. الهيموستيزيس
اللوكال فازو كونستريكشن اللي حصل بيحصل بثلاثه ميكانيزم، ثلاث اسباب بيعملوني فاسكولار سبيز: مايوجينيك ثيوري ونيوروجينيك ثيوري وكيميكال ثيوري. لما بنيجي نقطع البلاد فيزل، البلاد فيزل ده فيه ماسل، الماسل دي موجوده في الفاسكولار وول. القطع ده بيمثل للماسل مثابه اكشن بوتنشال. عارفين ان كل كونتراكشن بيسبقه اكشن بوتنشال. حصل اكشن بوتنشال في العضله نتيجه الكات او الانجري، يبقى الاكشن بوتنشال ده هيتحول لكونتراكشن ويحصل فاسكولار سبيس. ده اللي بشرح فيه النهارده الهيموستيزيس اند بليدنج تايم. معاكم فلتر بيبر انا بسحب بيها البلاد تمام اللي طلع، وبعمل اندنج تايم بالاند اوف، خلاص ما حصلش اوزنج تاني من البريك اللي انا عاملاه، اسمها دوكس موس. ايه هي الكلينيكال سيجنيفيكانس اوف بليدنج تايم؟ البليدنج تايم بيطول في حالات البيربرا السكيوربي والبرونج جوز اوف اسبرين. حالات البيربرا دي فيها ديفيشنت بليتليت، سواء بليتليت كاونت او بليتليت فانكشن. سكيوربي دي حالات بيكون فيها الفراجيليتي بتاعت الكابيلاري والبلاد فيزل عاليه نتيجه نقص فيتامين سي. البرونج جوز اوف اسبرين، الاسبرين انتوا عارفين ان هو دواء من ادويه السيوله، بيعمل بلوك للسايكل اوكسجينيز انزايم. البروثرومبين اكتيفيتور انا عايزاكم تحفظوا معايا ان هو عباره عن كومبلكس بيتكون من اربع مكونات: اكتيفيتد فاكتور 10، فاكتور 5 والكالسيوم وفوسفوليبيد. تاني اكتيفيتد فاكتور 10 وفاكتور 5 والكالسيوم وفوسفوليبيد. الفوسفوليبيد دي اللي داخله في تكوين البروثرومبين اكتيفيتور بتطلع لي من حتتين، يا اما تيشو فوسفوليبيد يا اما بليتليت فوسفوليبيد. الكالسيوم ده مكون طبيعي من مكونات البلازما، وفاكتور 5 بيحصل. التست التاني اللي هقيس بيه الفراجيليتي بتاعت البلاد فيزل اسمه كابيلاري فراجيليتي تيست او هيس تيست. ذا تيست تو فور ريزيستنس ذا كابيلاري وول تو رابتشر اون ريزنج بريشر. يعني هقول لك يا كابيلاري يا صغيره يا ضعيفه هتستحملي بريشر جواكي لحد كام قبل ما يحصل لك رابتشر. يبقى التست فور ريزيستنس اوف ذا كابيلاري وول تو رابتشر اون ريزنج بريشر، يبقى انا هرفع البريشر جواها لحد ما تقدر تستحمل وبعدين هتفرقع. يا ترى الكابيلاري الصغيره الرقيقه دي هتقدر تستحمل معانا لحد كام؟ ما تستهونش بيها. الكابيلاري الصغيره دي تمام لو جيت طبقت عليها لو اوف لابلس، لابلس بيقول ان التنشن في الوول اوف ذا كابيلاري بيساوي البريشر في الريجز. البريشر بتاع الستنتنج تنشن بريشر في اللي جواها بيعمل تنشن على الوول قد ايه، يبقى هتجيب البريشر وتضربه في الريديوس. طب بما ان الكابيلاري ليها سمول فيري سمول رادياي، القطر بتاعها صغير جدا، لما اجي اضرب قيمه البريشر العاليه دي في حاجه صغيره فيبقى المحصله اللي حصل الضرب ده ايه؟ صغير. يبقى التنشن صغير، يبقى مهما يبقى البريشر هيعلى جواها، بس عشان انا عندي سمول ريديوس فهصغر قيمه التنشن. يبقى الكابيلاري دي صغيره بس جبار، يعني بتستحمل بريشر عالي غير اللي احنا كنا متوقعينه. ليه؟ علشان لما اجي اطبق لو فلابلس اللي بيقول التنشن المبذول على الجدار بيساوي البريشر الديستنتنج بريشر اللي جوه الحاجه اللي جواها، سواء كنت اير سواء كنت فلويد تمام في الريديوس بتاع الهولو اورجن. فبما انها ليها سمول راديال فبيكون التنشن محصله المالتيبليكيشن قليله. ايه ازاي اعمل الهيستس؟ باستخدام جهاز قياس الضغط السيجمو مانوميتر، بنجيب الكاف ونعمل لها ابلكيشن للفور ار، برسم دايره عند الكيوبيتال فوستا قطرها 6 سنتي، واربط الكاف بتاعه السيجمو مانوميتر وخلي البريشر ميد واي ما بين السيستوليك والدايستوليك او الارتيريال اند والفينوس اند بتاعت الكابيلاري. طب يا ترى البريشر كام عند الارتيريال اند؟
30 ل 40 وعن الفينوس اند من 10 ل 15 انا هرفع البريشر في الكاف مانومتر لحد 50 وهسيبه لمده ربع ساعه. Bleeding time and clotting time. Requirement for the practical are pricking needle, filter paper, thin capillary glass tube, and stopwatch. Let us perform bleeding time by Duke's method. Principle: a deep puncture on skin is made and length of time required for bleeding to stop is recorded. Procedure: set the stopwatch at 0. Make a sterile finger prick about 3 to 4 mm deep, which allows free flow of blood. Normally الاريا او السيركل اللي انا رسماها تمام، يا اما ما يبقاش فيها بتيكي خالص يا اما فيها بتيكي بس عددهم اقل من 8. طب لو انا جيت اعد البتيكي لقيتهم كتير جدا بعد ما عملت ريليزنج للبريشر ده لقيتهم اكتر من 8، ده معناه ان الكابيلاري فراجايل. زي كده مثلا يعني انا لقيت شلت التورنيكي لقيت الكابيلاري الكيوبيت الفستة كلها بتيكي، يبقى ده معناه ان الكابيلاري دي فراجايل. يا ترى ايه اللي يخلي الكابيلاري فراجايل؟ بروسيس اوف انفلاميشن اوف كابيلاري كابيلاريتس، سكيرفي، فيتامين سي ديفيشنسي، لارج دوز اوف ستيرويد لان الاسترويد بتقلل عمليات القص، اولد ايج وفيتامين بي ديفيشنسي. بليدنج ديس اوردر، ان بليدنج ديس اوردر بيحصل حالات الايدجنج او الناس اللي بتاخد استيرويد فترات طويله لانها بتسبب فراجيليتي اوف بلاد فيزل. مشكله في البليتليت، لو بليتليت كاونت اللي انا هسميها وهاخدها كمان شويه اسمها البيربرا، او اخد انتي كواجلانتس تمام، او حاجات بتسبب السيوله زي الاسبرين، كونجينيتال بليتليت ديفكت، او مشكله في الكلوتينج زي حالات الهيموفيليا اللي هناخدها ان شاء الله اللاب الجاي، فاكتور ديفيشنسي، اي ديفيشنسي في اي كلوتينج فاكتور يبقى هيبقى فيه بليدنج ديس اوردر. الناس بتاخد انتي كواجلانتس زي الكومارين وكواجيليشن انهبيتور، ده اسمه ايه المنظر ده؟ اسمها بيربرا. بيربرا يعني، ودي هي الريفرنس بتاعتنا. او ايه هي التايب بتاعتها؟ ثرومبوسايتوبينيك بيربرا، يبقى دي بيربرا سبونتينيوس بليدنج حصل تمام بنيس السكين والميوكس ممبرين نتيجه ان الثرومبوسايت عددها قل، بينيك يعني قليله. طيب لو هي مش قليله والكاونت بتاعها كويس ممكن يبقى عندي البيربرا علشان هي ضعيفه، ابنورمال فانكشن بليتد اللي بسميها ثرومبواستينيك بيربرا، وحالات تانية لا هو ده السبب ولا هو ده السبب بسميها ايديوباثيك ثرومبوسايتوبينيك بيربرا. ثرومبوسايتوبينيك بيربرا زي ما احنا عارفين ان البليتليت كاونت تمام نورمالي من 150 ل 400,000 بير كيوبيك مليمتر. امتى يحصل لي بيربرا؟ لو انا 140,000 مثلا، لا يحصل لك بيربرا لو البليتليت نمبر قل عن 50,000، قال عن التلت اللي هو النورمال التلت بتاعه، ديكريز في البليتليت بروتكشن اللي يخلي البليتليت عددها يقل قوي كده. البوم مارو ما بيعمليش، البوم مارو مش عارف يصنع لي بليتليت، دامجد خلاص، في لوكيميا، في راديشن
حصل دامج للبون مارو او increase the platelet destruction. كمان في حالات الهايبر سبلينيزم السبلين اكتف قوي قاعد يعمل destruction للبليتلت. thrombocytopenic purpura دي abnormal function of platelet والبليتلت كاونت فيها بيكون نورمال. idiopathic تمام idiopathic purpura due to unknown cause ده حصل purpura نتيجة unknown cause. ممكن يكون في development antibodies against the platelet تمام ده بيحصل after blood transfusion او autoimmune disease. طب يا ترى الكلوتينج تايم اخباره ايه في الكيسز اللي عندها بيربرا؟ بيكون نورمال بيكون نورمال الكلوتينج تايم بيكون نورمال في حالات البيربرا. ليه؟ لان على الرغم من اني انا محتاجه يبقى عندي بليتلت في البروسيس اوف كلوتينج علشان البليتلت فوسفوليبيد تمام، لا بس انا في البروسيس اوف كلوتينج انا محتاجه فيو بليتلت ريكوايرد تو انيشيت الكلوتينج. ثانك يو.